نمرة اتنين، إرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الذي تخلى عن حياده وهو في موقع المسؤولية وراح يشعل غضب جماهير النادي الأهلي بالاحتفال مع لاعب الفريق الذي ينتمي إليه في الممر المؤدي إلى غرف الملابس. قاعد يبوس ويحضن ويعمل ولا مراعاة لأن أنت راجل مسؤول. بالمناسبة مع بداية تولي الأستاذ عمرو الجنايني واللجنة المؤقتة لمهامها في الاتحاد المصري لكرة القدم، طلعت هنا أنا مع حضراتكم وقلت لكم، ودي سياسة عامة داخل النادي، احنا بنتكلم لما بنطلع نتكلم بنتكلم في سياسة عامة النادي بيقولها وبنمشي كلنا عليها. السياسة العامة اللي كانت ساعتها، يا جماعة احنا الناس دي ناس عندها مهمة يجب الحفاظ عليها، لأن احنا بنتكلم دايما من دافع وطني. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفترات اللي جاية. وبالفعل تعدي حاجه، يحصل حاجه، نقول يا جماعه نجد مبرر، احنا نفسنا بنجد لانفسنا مبرر ان لا ده يمكن ما كانش قصده او فلان ما كانش قصده او لكن تصل الى هذا الحد، تصل الى هذا الحد ان انت تبقى انا وشي حلو عليكم، انا وشي حلو عليكم. الدور الرابع طلع بدل ما بقوا ثلاث ادوار بقوا اربع ادوار، فانا وشي حلو عليكم يا جماعه، معلش ان شاء الله ابقى رئيس اتحاد السنه الجايه، ما اعرفش، ما هو الله اعلم ايه اللي هيحصل، وتاخدوا السوبر تاني مثلا. يعني تخيلوا حضراتكم، انا لما ببقى بشجع النادي الاهلي، انا الكل يعلم ان انا بحب النادي الاهلي، طيب وابقى رئيس اتحاد، انا اسلام الشاطر بقيت رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، هو لو النادي الاهلي اخطا مش هعاقبه؟ لا هعاقبه، لان انا اتعلمت جوه النادي الاهلي كده، اتعلمت داخل النادي الاهلي ان مهما كان انتمائي ولكن الغلط غلط والصح صح. واحد طالع قدام مصر كلها، قدام مصر ايه؟ قدام العرب، قدام الملايين اللي اتفرجوا على المباراه وبيعمل كده، تديله 8 ماتشات انا ما اعرفش الصراحه برضو موضوع، لان ما حدش شاف الحاجات اللي عملها، اللي بيقولوا ان عملها كهربا، ما حدش عارف وما حدش شاف، وتدي للتاني نهايه الموسم اللي هي مش موجوده في اللائحه اصلا، اللي ما فيش حاجه اسمها لنهايه الموسم في اللائحه اصلا، ده انت لو كنت قلت 20 ماتش يا اخي كان اهون، لكن انت بتقول لي نهايه الموسم، هو كل ده انت بتعاقب كهربا عشان وجوده في النادي الاهلي؟ هو حضرتك بتعاقب كهربا عشان وجوده في النادي الاهلي وعشان حضرتك بتشجع نادي الزمالك؟ يا جماعه مش كده، اللي بيحصل ده مش طبيعي، اللي بيحصل ده فيه عدم مسؤوليه، عدم مسؤوليه، هو ده اللي انا اقدر اقوله، هو ده اللي انا اقدر اقوله. وهو طب انا دلوقتي ينفع اقول لحضراتكم، ينفع اقول لحضراتكم دلوقتي كلمه كده وبعدين اخبي